زين شاهيناز عندها 6 كتقرا في سي 1 واكتشفنا هذه الموهبة ديالها عن طريق خالتها اللي هي اتاشي بزاف لخالتها دونك كتلعب معاها كتخرج معاها دونك بدات كتكتشف فيها هذه الموهبة ملي كانت صغيرة وكتبغي تغني يعني ملي كتكون تلعب لي جوي ديالها كتهز لي ميكرو ديالها كتبقى تغني دائما كديرنا شي حوايج اللي كنبقاو نضحكوا عليهم كيعجبها تفرج بزاف في المسلسلات القصيره ديال رمضان وكتقلدها دونك هادشي كامل هو اللي شجعنا اننا نشجعوا على هاد الموهبه ديالها. هي ديجا شاركات في واحد الفيديو كليب اللي غادي يخرج قريب مع واحد الفنان من بعد مع الكبر ديالها وشفناها كيفاش تتمشى كيفاش تقلد الناس كيفاش تضحك كيفاش تتشد في الواحد كما تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا وتحبت مع خالتها بزاف. خالتها اللي كان عندها واحد الميول فني اضافه على اللي قالت ماماها قبيله شاهينة شاركت واحد الكاستينج ديال واحد الفيلم قصير اللي غادي يتم التمثيل ديالو هاد الايامات وتختارت ما بين مجموعه ديال الاطفال في المدرسه ديالها الاساتذه ديالها نوز انكوراجي بور زعما بور كيل بويس اتر اون ارتيست في التمثيل في الرقص وما كرهناش حتى في الخدمه. انا وشاهيناز كنعيشوا اونسومبل وانا ديجا عندي ميول فني الوغ هكا تم الاكتشاف ديال شاهيناز كتشوفني في الدار كنقلد ادوار وشخصيات ابخي كتبدا دير هي داكشي اللي كنت كندير انايا بالضبط وهكايا لفتت النظر ديالي وسيرتو هاد رمضان اللي فات يعني كانت سلسله ديال السحليفه ابخي كل حلقه كنشوف شاهيناز كتعاود داكشي اللي داز في الحلقه وباتقان ما شاء الله عليها وسيرتو انها مميزه بزاف في المسرح ديال المدرسه ديالها هادشي اللي زاد اكد ليا ان شاهيناز يعني الموهبه ديالها كاينه وخاصها غير يعني تشجع هاد الموهبه باش ان شاء الله تكمل في هاد المسار يعني الا كان زعما من صغرها وهي كتحب هاد الفن يعني انها تكمل فيه ان شاء الله. وهي كيعجبها دير البالي كيعجبها دير تيكواندو كيعجبها تلعب الباسكت كتعجبها السباحه وهذا هو اللي شجعنا اننا نمشيو معاها في هاد الطريق. وانا كنشجع الوليدات كاملين اللي عندهم شي موهبه باش يوقفوا معاهم لي بارون ديالهم ويشجعوهم باش ينميو هذه الموهبه ديالهم. انا تنحرص على القرايه ديالها لان القرايه ديالها هي اللي مهمه وتعمر وقتها لان كاع الاطفال صغار الا ما عمرناهمش وقتهم في صغرهم ما غاديش يطوروا الفكر ديالهم. يعني سيختو ان في المغرب يعني ما عندناش بزاف اطفال صغار اللي هما كنشوفوهم يعني تبارك الله الموهبه كاينه كتكون الموهبه من الصغر مي ما كنشوفو يعني ديك الموهبه ما كتثقلش يعني الاباء ما كيحاولوش انهم يساعدوا ولادهم يخدموا على ديك الموهبه ديالهم هاد الشيء انا اللي خلاني انني نشجع شاهيناز ما حدها باقا صغيره وان شاء الله تكون فنانه كبيره علاش لا. مع 8 الليل ضرب سطا انا ما عنديش مع الديان شو هذه بقى برا يبات برا.